بيك اسلحي يا بنت اسلحي. يلا يا كبير. لا خلاص ما نزلتش. لا يا كبير ما منزلش. لا لا ليه يا كبير المية حلوة قوي. يا شيخ انطاوة معقول؟ شو اللي عم بصير هون؟ لا كيف بفوت هيك عالم على اوتيل فايف ستارز؟ مش عارف مش عارف ايه الهبل ده؟ انبليفبل يعني ناس شكلها كده تخش ازاي فندق زي ده؟ هاي هاي ماي نيم از جوني رانيا نايس نيم ثانك يو وانتي؟ ايمان انتوا صحاب؟ اها مصلحة انت متعودة تيجي هنا دايما؟ ايه على طول بيجي لهون مرتين بالسنة نايس هو ده السردين يا كبير سردين ايه؟ سردين ايه؟ هدفتي ده هجين بطريق على درفين وقديه بطريق وقديه درفين طب خلينا اركب وقديه على درفين عمرك رحتي حتة اسمها راس شيطان؟ لا يبقى لسه ما رحتيش حتة عن جد امال راس شيطان دي حتة كلها عارفة بدون ستايل نار جبال هاتس كلنا بنبات في هاتس بريمتيف واو حبيت وانا كمان حبيت اسلم عايزي اديني كاوتش العب بيها يا بد روح اتفرج في الكبير اللي خد السمكة بتاعتك انا اللي اديتها له مزاج لا هو اللي خدها مني اداني يا اسلم النبي عشان ما عنديش طول لا ما عدى عليك انت اداني يا اسلم لا ما عدى عليك لا ماشي طب بقول ايه يعني ممكن دي رقم تليفونك كده لما نتكلم اوكي 0 واحد 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 دام 5-1 يس الواحد ما سمعش الحاجات دي من زمان 8 ده فصل شوية بس قشطه هلو مستر جوني اوه شيت هلو بيبي هاي ايه يا دكتور ايه انت ايه اللي جابك الفندق مش انت كنت واخد شقه في الجبل ايه اللي جابك انا يا جوني لقيته يا حرام هيقعد اليوم بحاله لوحده في الشقه على الجبل فعزمته يقضي معنا يوم على السويمنج بول فعلا جوني الهاني مكتر خيرها اتصلت بيها عزمتني ان انا اجي فانا كنت لازم اتعزم وبعدين يا اخي المصيف بيحب اللمه ثم انت في لمه يلا بينا يا دكتور ربيع تحب تنزل الميه الاول ولا ناخد درينك الاول لا طبعا المصيف يعني ميه مع ان درينك يعني ميه برضو انت قالش موت قالش جدي Isn't it so sweet? Spain. Okay, bye. Bye. Johnny, استاذنك اسيب حاجتي معاك. Okay, please. وصلي please. ده ايه ده؟ كيس ترشي؟ لا لا ترشي ايه دي غيارات. Johnny, خد بالك منها دي سينيهات كلها. الامبراطور. يلا. See you, ها؟ مين هيدا جوني؟ ده الامبراطور ده الدكتور دكتور 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 في الطاقة النووية من هولندا بصي هما دايما العظماء بيبانوا متخلفين وريتاردي ومش مظبوطين هو كده هو كده المهم الست الراقية اللي كانت جنبه دي بقى دي أمي يعني لو تلاحظي قد إيه راقية وهانم صح ادي وين ادي زعان هاتوا هو كل حد هتاخدها يا كبير ادي مش عارف دي ايه هتعمل بيهم ايه يعني حاجات تقع بيهم بقلاوه البسهم في يدي بس دول بيتلبسوا في الرجلين لا يا راجل اه والله وريني كده ده زعان يا كبير ولا قوم يا انزل من البتاع ده انزل لا انزل ايه لا لا انزل ايه بابا
المركب يغرق يا كبير. العبوني المركب يغرق. المركب يغرق يا كبير. احنا كنا بنقول ايه؟ 0 5 1 8 ها واحد برضو. رجعنا تاني. اجوني بسرعه. ايه ايه قولي قولي هيك قولي الارقام بسرعه بعد الوحده. اجوني. الواد اشرف والواد ادرس عملوا بيبي في البسين. لا لا ما عملتش. لا عملت. لا وكتاب اللي انا عملته عند الدش هنا. يبقى عاملها مرتين، مره في البسين ومره في الدش. نايس وان. بيهزر بيهزر. يلا بيهزر. يلا شخب. بقول لك ايه جوني، شفتني من الكابوري؟ ربنا ياخذكم. خلص اعمل حج، فين الراجل اللي حيغطسنا؟ طالع حالا يا رئيس حمدي. انا عملت صياد وصيد السمك غيه، طلعت لي واحده بياض والتانيه بلطيه، الرزق بالله والاعمال بيني. مصري جميله مصري جميله، خليك فاكر مصري جميله. ايه ده؟ الكبير حمدي كاتب. الحمد لله على السلام. ازيك يا كبير؟ الله يسلمك. انت بتعمل ايه هنا؟ جاي بصيف. انت اللي بتعمل ايه؟ انا بقى لي طعميه هنا في ال... يعني انت شايف واحد لابس لبس غطاسين وراكب مركب، يبقى بيشتغل ايه؟ بيصطاد جمبري؟ انا كبير الغطاسين في المنطقه هنا. يا راجل عم ربربه، هو انت اللي هتغطسني؟ انت عندك مشكله في كده؟ انت بتستهتر بيا يعني؟ انا من المواهب المدفونه في البلد دي. انت بتصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا اول شغلانه اشتغلتها اشتغلت غطاس. انت كذاب يا حمدي. والله زي ما بقول لك. لا كذاب. انت شفت الغطس فين انت ولا عرفته منين؟ فين شفت البحر انت ولا شفته فين؟ في الصرف الصحي. في فرق كبير بين الخنفر اللي بيعوم في الفضلات وبين الغطاس اللي بيعوم في الشعب المرجاني. يا كبير ما تحبكهاش، دي ميه ودي ميه. لا دي ميه بطينه ودي ميه عادي. انا كنت بنزل بقى في ميه معطره. انت عندك مشكله في كده؟ وبعدين مش عايزك تقلق مني في حكايه الغطس دي. صدق وتامن بالله كانوا مسميني ايه؟ القرموط. انت ولي حصلت بسريائي. انت هتقف تيجي معايا؟ فين الناس اللي هضربهم الغطس اللي معاك دول؟ يعني احنا دلوقتي حماتي كيف فيلم جزيرة الشيطان، هنلبس دي وننزل البحر نلقوا الكنز. كنز ايه وجزيرة شيطان ايه؟ ده الاكسجين اللي بنتنفس بيه تحت المي. كيف السمك يعني؟ ايوه كيف السمك يعني. الله اكبر. الله الست هدايا، انا سمعتك بالصوت والله. دور وشك يا عم انت. خدها يا عم نظره على قد شايف حاجه. خرب بيتك ومال هنغطسنا كيف يا عم؟ هو الغطس ماله مال النظر؟ الغطس ده عايز ذكاء ويد ويد. لف لف. اها يا سيدي اها. روحوا غيروا هدومكم دي. عايزنا نغير ليه يا كبير؟ محزقه. وكيف الباور رينجرز؟ مالهم الباور رينجرز؟ ذير فيري نايس. بقول لكم ايه، انا هلاقيها منك ولا من القرنط ده؟ ايوه عايز حاجه؟ لف يا عمي. اللهم على عيني خالص. انت مش شايفني؟ لف لف. يلا روح روح. يعني ايه جرايه كبير؟ طول عمري لبس الغطس شكله كده وانا عن نفسي مش هغير. وانا كمان. وانت كمان ايه يا ولي؟ وانا كمان هخش اغير. خلاص يا كبير مشي واغير بقى. كبير جارك اهو يا عم حمدي. خرب بيتك حتموتني. ايوه 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 انا معاك اهو يا عم. انت بتشككني في نفسي ليه؟ انت حافظ الارشادات بتاعت الغطس ولا هتتعبني معاك؟ ليه دي؟ يعني عايز تقول كله تمام تعمل ازاي؟ توقف زين وتعمل كده؟ ده كلام كتب فزلكه. خليك معايا انا الخبره اهي. اهدي كده يعني 100 فل و10. لو لقيته بيلعب كده يبقى هديك اشاره صفر.
تكفتي يا عم انت. اذا كان استاذ عزة العلايلي طول الفيلم عمال يعمل كده كده لما جاله كرنب في صباعه. مش فيلم ايلات؟ هو ايلات. ما انا اللي مضربهم. خليك معايا بس مش عايزين وعي كتير كده. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انجز. هيتعبني معاه. بص لما خليك معايا بقى لما ننزل نغطس تحت. عينك عليا ما تسيبنيش ولا هفهمك. اول ما تلاقيني بتعمل كده اعرف ان انا بغرق. ايه يا كبير؟ مش ده الدكتور ربيع؟ ايه الصدفه السعيده دي؟ مدام سامانتا والكبير. صدفه؟ ده على اساس ايه ان احنا مقابلين بعض في مجمع التحرير في قسم الجوازات؟ ده احنا في عرض البحر. لا صدفه، انا متعود يوميا اخد البدالو لغايه البلاج وبعدين اخد التوك توك يوديني للشقه اللي قلت لكم ان انا ماجرها على الجبل. بس سبحان الله يا كبير، طلعت في دماغي النهارده ان انا انزل البحر عشان اجيب شويه حاجات. سجاير بلمونتي وربع رومي. الله يطاعك. لا لا لا، انا قلت اجيب شويه بولتي على شويه بوري على شويه قواقع، اصل انا من هواة جمع القواقع. الله. بجيب القواقع بديها الوان كده وبعملها طفايات ببيعها بس ارزق في وقت فراغي يعني. ده مكافح سيلف ميد مان. اطلع معانا يا دكتور ربيع اغطس، مش معانا بدل زياده؟ انا والله بدل بس نغطس، هغطس بالحر عايز اخلص. لا مفيش بدل. انا عمري ما حضرت مناسبه وانا لابس بدله حتى فرحي. انا جاي لكم حالا بس استاذنك يا كبير ارميني طوق النجاده. I'm sexy and I know it. ايه يا سيدوني؟ مالك في ايه؟ ما ماليش. مالكش كيف؟ ده من ساعة مدينة وانت واخد فوشك وماشي بعيد عنينا. شكلك كده مش مبسوط. جاس وات وات. انا اكتر انسان مبسوط في الدنيا، فرحان بيك بجد عشان انت ذكي. اي حمار في الدنيا هياخد باله ان انا متضايق، لان انا متضايق بجد وقرفان وعايز اقطع شراييني. تكونش زعلان عشان الكبير والست هديه غرجوا الراجل الغطاس اللي بيدربهم؟ ما عندهم حق يا سيدوني، الراجل ما كانش عاوزهم ياكلوا ملوحه على المركب. يبقى انت زعلان عشان اشرف عمل بيبي في المي. عنديك حق. يبقى انت زعلان مني يا سيدوني عشان عملت بيبي عند الدش. بس انا ما اعرفش انه دش. سامع؟ انت واخد بالك من نوعيه الجمل والكلام اللي بيتقال؟ ما ينفعش يتقال الا في فيلم خيال علمي، ما ينفعش يبقى في الواقع. حرام عليكم، حرام عليكم، عريتوني. انا خلاص رقبتي قدام كل الناس بقت قد الترتره، قد الترتره، مش عارف اواجه الناس. انا خلاص قررت ارجع المزاريطة. اي مكان في الدنيا هيبقى احسن مكان لو انتوا مش فيه. واه تروح وتسيبنا يا سيدوني؟ ده المصيف ما يبقالوش طعم من غيرك. لا ليه طعم، كلكم زيطين. انتوا بتتبسطوا وانا بتشم. خلاص كنت قاعد قدام بنت زي القمر زي القمر بتديني رقمها، فاضل رقم واحد على اخر رقم طفشتوها. طلع لي الكبير عامل لي فيها كابوريا من الميه، يقول لي شفت الكبير ولا كابوريا وعمال ينزل في الميه، افتكره مات يطلع تاني ما بيموتش. خلاص يا سيدوني ما تزعلش نفسك، ليك عليا من دلوك هشرفك وهكون خير سفير للمزاريطه دول بورتو. بلا سفير بلا غفير. مبدئيا بلبسك ده مش هينفع تعمل اي حاجه، ده حزلقوم بيلبس احسن منك. حزلقوم مين يا سيدوني؟ قبل اي حاجه كده ما ينفعش حد يلبس مشجر على مشجر. دي عشان الكونتراست. شوف الفتي جاهز بالرد على طول، ما بتسمعش. سيمبلي اسمعوا الكلام. ماشي يا سيدوني هسمع الكلام. يلا عاد عشان نلحق العشاء، حاكم انا هفتان وهموت من الدوع. عشاء ايه؟ يخرب بيتك، انت لسه واكل من ساعتين طبق مكرونه عندي كده، انت عندك دود في بطنك؟ لا بس الاكل ببلاش. وبصراحه يا سيدوني موضوع الاوبن بوفيه ده هيدنني، ده احنا طلع كان مضحوك علينا. جربوع. جود ايفنينج مستر جوني. اعرفك بنفسي انا وير ا مينيت وير ا مينيت. عمر عمر سما. عارف نفسك ازاي؟ اكيد من النيم تاج بتاعي. لا لا انا عندي استجماتيزم ما باخدش بالي من ضحكتك.
الكبير قال لي واحد بيضحك عمال على بطال. احنا سعداء جدا ان انتوا شرفتونا النهارده في الاوتيل، كلنا مبسوطين بصراحه. ميرسي ميرسي. مبسوطين جدا جدا والله. انا برضو مبسوط. بص يعني مش عارف اودي وش منك فين. لا خالص مستر جوني، وبمناسبه الانبساط المتبادل اللي بيننا ده، احب اقول لك خبر لطيف حصل النهارده عندنا في الفندق. حصل عندنا حريقه. طب وانا اعمل لك ايه يعني؟ عايزني اطفيه لك؟ شايفني شبه رجل المطافي؟ لا خالص يا فندم، في الحقيقه ان الحريقه دي سببها واحد من الجست اللي موجودين معاكم هنا في الفندق. مين؟ احنا مسكناه وهو متلبس، الاستاذ اشرف. اشرف؟ ده انت كبير بيراهن عليك، انت يا اشرف؟ حبيبي ليه بتشرب سجاير في الاوضه؟ ما شفتش العلامه بتاعت السيجاره اللي عليها اكروس؟ دهلة يا سيدوني، كيف يا اشرف تعمل كده؟ انت ليه ما بتفكرش يا اخي؟ المفروض كنت تديه فرده شراب او لباس مبلول وتحطه على جهاز الانذار عشان ما يشمش الدخان، او كان ممكن تدخن وتنفخ الدخان بره في البلكونه. ايه ده؟ ايه الفتي ده؟ انت بتفتي؟ انت بتدخن اساسا؟ لا يا سيدوني، بس دي بديهيات. بديه ايه يا جوني بيه؟ انا ما بشربش سجاير. اهو اهو لعلمك اشرف في عبر الدنيا كلها، بس ما بيكذبش. شاطر يا اشرف. طب قول لنا، انا اتكلم بصوت عالي يا اشرف، تفتكر يا اشرف ايه سبب الدخان او الحريقه اللي طلعت من اوضتك؟ ممكن يكون دخان الجوزه. جوزه؟ ايوه. انت جايب معاك الفندق جوزه؟ الجوزه والمنجد اللي بنولع فيه الفحم. خرب بيتك، وانتوا لحقتوا تعملوا له فيشو تشبيه امتى؟ لا بيه، ده الموديل جديد. دي جريمه ابشع. غور من وشي، غور. وانت كمان غور معاه بقميصك المشجر ده. وانا عملت ايه يا سيدوني؟ عملت بيبي. خلاص. بيبي في الدش. خلاص يا معفن، يا بتاع لباس المبلول. يعني ده كلام يا مستر جوني؟ سوري مان، ام ريلي ريلي سوري. مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اودي وشي منك فين. زي ما بيقولوا عايز الارض تتشق وتبلعني. يعني انا مش نبهت على حضرتك واحنا بنحجز الغرف انه ممنوع التدخين في الغرف؟ حصل يو رايت. واقول لك على حاجه، والله العظيم اللي انت قلته بالظبط انا قلته لهم، حتى الكلام الانجليش ترجمته. اعمل ايه تاني يعني؟ على المهم حصل خير. الحمد لله ان احنا عندنا اجهزه سنسور على درجه عاليه جدا من الكفاءه، رصدت الدخان، طلعت الميه، غرقت الدور كله. او ماي جاد، بسيطه جدا. ام سوري، ما انا عارف ان سوري دي بقت كلمه سخيفه وبتتكرر. انا اسف. لا خالص والله، في كلمه تانية كنت قلتها. على المهم انا حصرت كل التلفيات اللي حصلت وايدتها لك في الورقه دي. دي تب يا معلم. انت كنت بترول جوينت؟ لا دي عشان يعني تلفيات وكده. اوكي، ما توسعش مننا اكتر. بتبرمها انت؟ ببرمها عشان دي حاجه من الطفوله ممكن. او اهم انت بص بقى، دي انت برضو ايه، انت قادر يعني ابرمها بطريقتك. اوكي. ها، وحطها بقى ايه على 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 حساب الكبير. دي هتبقى ثاني مره تعملها في الكبير يا مستر جوني. صح. انت عارف يبقى الاخين دايما لما بيتولدوا واحد بيطلع طيب والتاني ند. انا بقى. طب بالنسبه لو في حاجات اكستراز يعني انت خدتها انا على حسابي احطها على كبير. طيب انت كمان ندل. ايوه كنت ندل. طيب عموما والله فرصه سعيده اني تعرفت عليك، وما اعتقدش انك هشوف خلقتي تاني هنا. يعني انت لو عايز تجي لنا اتفضل في المزاريطة. يعني المزاريطة. فرصه سعيده. شرفتنا جدا. سلام. سلام. سعداء. انا اسعد. باي باي. جوني، هترد يا جوني؟ انت عم تسموك ولا ايه؟ اهدى يا جو، ما ترد يا دي يا ما يصيبك. لا وانت يا جوني رد عادي. مين الحمار اللي خبط كده؟ خبط ليه كده يا بني ادم انت؟ اهدى، امال فين جوني؟ جوني مين؟ جوني اخويا. مفيش حد هنا، دي قطه. انا أني خامر قطه زين وانا ضارب رقم غلط ولا ايه؟ وانا بقول لك دي قطتي. دي طريقه جديده في السرقه؟ سرقه ايه بالبوستر اللي انت لابسه ده؟ غور بدل ما تزعق على الحيطه.
قد ايه المناظر جميله، انت حلوه قوي يا مصر. امال مصر يا هانم ام الدنيا. انت عارفه حضرتك انا اول مره اركب التلفريك ده كان امتى؟ امتى؟ حالا. عمري ما ركبته قبل كده. زمان قوي كنت انا وداد في مشوار ما كده، فطلبت منه ان انا اركب التلفريك، فساعتها قال لي شوف يا ربيع ابني، ما هو يا اما تلفريك يا اما طب. وطبعا you were intelligent enough واخترت الطب. لا انا اخترت التلفريك الحقيقه. ساعتها مش قادر انسى، داد عيني احمرت قوي وورته زرقت وهبدني حته قلم، صوت اتغير كده، قال لي طب وحياه امك لا طب ولا تلفريك. الله، امال انت بقيت دكتور ازاي؟ خد شهادتك منين؟ لا خلي ده بعدين بقى، اصل ده موضوع يطول شرحه قوي والرحله مش طويله، 10 دقايق وكده يعني. بس انا مبسوط، مبسوط جدا ان احنا مع بعض وان احنا قربنا اكتر بعد الحقيقه يعني. انت عارفه التلفريك ده بيبقى فيه 8 افراد او 10 افراد تقريبا حاجه، بس انا قلت لا دفعت التيكت بتاع التنس، قلنا ناخد راحتنا عشان عارف ان انت ما بتحبيش الدوشه والزحمه بتاعت الناس وكده. مين اللي قالك ده؟ انا فيري سوشيال، ده انا بحب الدوشه وبحب الناس الكتير، بحب الزعيق. ريلي؟ بجد؟ بس ليه؟ مش عارف هل هينفع يرجعوا التيكت ولا ايه؟ دكتور ربيع بليز، انا عارفه انك عملت ديل مع الراجل ودفعت تذكرتين بس، فانسى الموضوع ده. ماشي ماشي كيف؟ ما اعرفش يا فندم، هو ساب غرفته وعمل تشيك اوت من الفندق خالص. على فكره الاستاذ ده كان معاه شايل له شنطه وهو ماشي، صح؟ ايوه صح. انت يا جحش انت خابر انه مشى؟ ايوه طبعا يا كبير، هو سيدوني هيخبي عني حدا، بس يا خساره مشي قبل ما يشوف الماتشنج. امال كيف يا جلوس الطيب؟ ما تقوليش سايبني عم اضرب في راجل وكسر عظمه وعم تشارك معي في ضربه. وانا مالي يا كبير؟ انا لقيتك بتقول حرامي حرامي، قلت هاتي ودب معاك. خرب بيتك، حياه ابوك يا شيخ، حياه ابوك، جيب لنا الراجل نعتذر له ونحبه على راسه. معلش يا فندم، هو مش عايز يشوف وشك خالص، بس الاعتذار الوحيد اللي ممكن يقبله ان حضرتك هتدفع له فاتوره الاقامه في الاوتيل هنا، هو ناوي يقعد حوالي اسبوع 10 ايام، هتكون على حسابك، وكمان حضرتك هتدفع لنا الفاتوره بتاعه تلفيات الحريقه اللي حصلت بسببكم. طبعا لازم تدفعوا، عشان لو ما دفعتوش هيحصل لكم مشاكل كتير قوي، وفي الحاله دي هنضطر ان احنا نحجز على الشنط والاستاذ هاجرس. نحجز على مين وشنط مين؟ انت ما مش هتتكلم مع مين ولا ايه؟ انت فكرني خواجه اياك عشان البرنيطه يعني؟ اهي اسمعني زين، اللي قدامك ده عمده المزاريطه ومعاه فلوس كتير قوي يشترك انت والاوتيل بتاعك ده. قولي له يا هدي اعمل بصر والبصيره. معلش يا كبير، اللي ما يعرفك يجهلك. خلاص يا فندم مفيش اي مشاكل، يبقى تدفعوا لنا الفاتوره. ندفعوا يا اخويا، ما ندفعوش ليه؟ تفضل يا فندم. يلا الفاتورة، ندفع الفاتورة. والله العظيم هدي. مد يدك في الشنطة شوف المحفظة بتاعتي. ماما هدي. ايه؟ بقول لك حبيبتي اطلع الأوضة فوق الخزنة أربع اتنينات، هاتي كارت الفيزا بتاعي. ماشي. أنا أقول لك هاتي كل الكروت الفيزا. ماشي. وأي فلوس تلقيها. هدي. ايه. انت جبت معاكي الاسوره التعبان الشبكه اللي جبتها لك زمان؟ جبتها يا اخوي. بعدين حمر. جبتها. زين، يبيها معاكي بقى. ماشي. مشى؟ مشى كيف؟ ما اعرفش يا فندم، هو ساب غرفته وعمل تشيك اوت من الفندق خالص. على فكره الاستاذ ده كان معاه شايل له شنطه وهو ماشي، صح؟ ايوه صح. انت يا جحش انت خابر انه مشى؟ ايوه طبعا يا كبير، هو سيدوني هيخبي عني حدا، بس يا خساره مشي قبل ما يشوف الماتشنج. امال كيف يا جلوس الطيب؟ ما تقوليش سايبني عم اضرب في راجل وكسر عظمه وعم تشارك معي في ضربه. وانا مالي يا كبير؟
انا لقيتك بتقول حرامي حرامي، قلت هاتي ودب معاك. خرب بيتك، حياة ابوك يا شيخ، حياة ابوك. جيب لنا الراجل نعتذر له ونحبه على راسه. معلش يا فندم، هو مش عايز يشوف وشك خالص، بس الاعتذار الوحيد اللي ممكن يقبله ان حضرتك هتدفع له فاتورة الإقامة في الأوتيل هنا، هو ناوي يقعد حوالي أسبوع 10 أيام، هتكون على حسابك، وكمان حضرتك هتدفع لنا الفاتورة بتاع التلفيات الحريقة اللي حصلت بسببكم. طبعًا لازم تدفعوا، عشان لو ما دفعتوش هيحصل لكم مشاكل كتير قوي، وفي الحالة دي هنضطر إن احنا نحجز على الشنط والأستاذ هجرس. نحجز على مين وشنط مين؟ أنت ما مش هتتكلم مع مين ولا ايه؟ انت مفكرني خواجايك عشان البرنيطه يعني؟ اهي اسمعني زين، اللي قدامك ده عمده المزاريطه ومعاه فلوس كتير قوي يشترك انت والاوتيل بتاعك ده. قولي له يا هديه اعمل بصر والبصيره. معلش يا كبير، اللي ما يعرفك يجهلك. خلاص يا فندم، مفيش اي مشاكل، يبقى تدفعوا لنا الفاتوره. ندفعه يا اخويا، ما ندفعوش ليه؟ تفضل يا فندم. يلا الفاتورة، ندفع الفاتورة. الله العظيم هدي. مد يدك في الشنطة شوف المحفظة بتاعتي. ماما هدي. ايه؟ بقول لك حبيبتي اطلع الأوضة فوق الخزنة أربع اثنينات، هاتي كارت الفيزا بتاعي. ماشي. أنا أقول لك هاتي كل الكروت الفيزا. ماشي. وأي فلوس تلقيها. هدي. ايه. انت جبتي معاكي الاسوره التعبان الشبكه اللي جبتها لك زمان؟ جبتها يا اخوي. تبع لين حمر؟ جبتها. زين، جيبيها معاكي فضلك. ماشي. معوزت مساعده يا كبير؟ بس يدي يا ابن الصرمه. ما تستقلش بيا يا كبير، انا معايا 5 جنيه كنت مكمرهم من سيدوني. والله كنت ناوي اركب البنانا بوت واجيب زلابيه وبطاطس بالعسل، بس مش خساره فيك يا كبير، انت اولى. قول يا ابني، قول يا قول. وبركب البنانة. أتعشى من اللي حصل ده ما يكونش عكر صفو إقامتك عندنا يا مستر كبير، وتكون لسه مبسوط عندنا. بقول لك إيه، بطل سخافة وابتسامات سخيفة على الفاضي، هات لنا حاجة نشربوها، رجلي ناشف. حالا الويلكم درينك يكون عندك فورا. عربي، واحد ويلكم درينك للباشا وظبطه. هو ايه ده؟ دعاية المكان ايه ده؟ ده نايت كلاب جنبينا هنا. والله ده روح له كيف ده؟ حضرتك هتطلع بره الاوتيل هتشاور لأي طفطف تقول له عايز اروح النايت كلاب. ايه؟ طفطف. طفطف. وانت تعرف ناس هناك؟ طبعا، ده كلهم حبايبي. زين. طب سؤال لا مؤاخذه يعني، البنات اللي عليه دي يعني هروح القى كيف البنات دي على طول ولا نظام دعايه وبس؟ اروح هناك القى 4 تلفزيونات شغاله قنوات مختلفه وبنات لابسين بوليستر ويشيشوا تحت باطن في حرق وكلام من ده؟ لا خالص يا مستر كبير، الصور بتاعت البنات دي متصورين وهم لابسين كده وهم هناك. والله. طب بيفتح متى ده؟ الساعه كام ده؟ بيفتح بالليل حوالي الساعه 9 كده تقريبا. طب خلي واحد من اصحابك اللي هناك يفتحه من دلوقتي. اروح دلوقتي، اروح ادفع فلوس وادخل دلوقتي. ما ينفعش يا كبير، ده بيفتح بالليل، ده نايت يعني ليل، كلاب يعني نادي ليلي. ها. شوف انا مش داري عليك، المره دي اللي شفتها معايا دي فيها طاقه تهد جبال، تصحى من صبحيه ربنا تقوم تبلبط بالبيض في المي تتحدي لها ساعتين ترقدهم ويقوم مفجل لحد ثاني يوم الفجر كانه شد لاينين كوك. وبيني وبينك يعني هم الساعتين دول اللي عايز يعني افك فيهم عن نفسي. ها شباك بعضينا. ايوه فهمتك. طب ما انا عندي فكره الطف. ايه رايك لو تاخد المدام وتروح انتوا الاثنين هناك؟ انت متجوز؟ لا. عشان كده مبتسم ومشرق للحياه. حقك. طب بقول لك ايه؟ امر. مفيش صيدليه جارنا هنا؟ خير يا فندم، انت تعبان ولا حاجه؟ لا، بس ناوي اجيب منوم. هديه جيبي لي مي. هديه عشتان.
هدي اني خارج اسهر، اني خارج اروش. المنوم جاب نتيجه برضك، 7 حبات مش شوي. يا كبير، ماشي تتسحب كيف الحراميه قده ليه؟ رايح فين؟ انا ما بتسحبش ولا حاجه، حسيت حالي جعان، قلت لنفسي انزل اجيب لي بيتزايا استفت كرست عليها سلامي. ورايح تجيب البيتزايا وانت على سنجة 10 قده كانك عريس؟ طب ما قلت ليش اجي معك ليه؟ انزلك معايا في وسط الليالي وبعدين في ايه لما اكون متشيك يعني عادي، قلت لنفسي يعني يمكن اتفسح شوي بعد ما اجيب البيتزايا. وانت ما شربتيش المنوم البرتقال؟ شربته وحسيت ان راسي نملت هبابه ووخمت شويه، بس بعد كده قمت فايقه اكتر من الاول. بقول لك ايه، انا اخش اغير خلقاتي وانت روح قول لي بقيه الجروب يجهزوا على ما اجهز حالي. تهدي المره الحديديه لدينا ديسكو عادي يعني، ما جيناش مغارس على بابا، بعدين الناس كلها عادية لابسة عادي وكيف اللي مهلبية. مش كنت الحجة سما انت جات معانا بدل ما هي قاعدة لحالها؟ حاولت اكلمها على الاوبا بس كانت نايمة تقريبا او حاجة ما اعرفش. ورد التليفون. ايش ست امك يا كبير؟ احترم نفسك حيوان انت، امي ايه؟ امي ما تجيش مكان كيف كده لحالها. حاشا لله يا كبير، ما هي مش لحالها. قولي يا دكتور، هو انت دخلت الجيش؟ لا يا زحمه، وبعدين ماما قالت لي انت تروح الجيش يا ربيع وتسيبني كده لوحدي. ماما نجيبوا 2 ليمون عشان نطر القعده. لا اهلا 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 يا كبير، ويلكم. لا احنا شربنا ليمون، لو انت مصر تعزمنا على حاجه يبقى يا ريت العشاء لان انا هفتان جدا. طبعا كيف النطاعه مع الحساب الهانم يا سيدي، لو متضايق انه على حساب الهانم اعزمنا انت. نطع نطع جرائي في ايه يا كبير؟ هو ايه اللي فيه؟ ايه البجاحة دي يا يما؟ تهدي وانا اللي فكرها غلبانة ومهدودة ونايمة في ضدها، القاها خارجة مع الشملول دي. بعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ انت من دميات؟ في حد يخرج مع واحدة فرس ديت في ديسكو ولابس لها طه حسين في حفلة تنكرية؟ Excuse me يا كبير، I love the combination of colors. It's very impressive. الألوان تجنن مع بعض. طبعاً الألوان تجنن مع بعض، أنا أساساً خريج فنون جميلة. أنت قد مش دكتور يا أنت. وبعدين فرض إني خريج فنون جميلة. سوقي لي التاكسي البجوخ يلبسوا إيه لما أنت تلبس الدم. لا إله إلا الله. يلا 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 اطلع فوق، اطلع. بقول لك أنا مش عارفة أنام، ده اللي نزلني هنا. بعدين قلت ما يصحش إن أنا أخش مكان زي كده لوحدي. فكلمت الدكتور يجي يسهر معايا. دي غلطتي بقى ان انا نزلت قعدت مع الهانم هنا بدل ما اي حد يشقطها. اضربوا بيهدي. ويلكم يا جماعه. اهدي. ده الويلكم درينك بتاعنا. ابسنت. طب ده ببلاش دي ولا ايه؟ هو ده ببلاش. طب نزل نزل نزل. عندك كده. ميرسي ليك. اتفضل. خد يا هديه. امزحوا امزحوا يا رجاله. ده ببلاش. المشروب المجاني ده. من حلاوته الواحد لما يشربه يستخسر حتى يتكرع. امزحوا وزيحوا دي ما ينفعش. ده انتوا عارفين قبل هتشربوا ايه؟ والله ينهار يا حماتي، ايه تلقاه عصير خص ولا كنتالوب. الله، انا من زمان جاي نفسي اشرب عصير كنتالوب او بطيخ او اي عصير. يا جماعه الابسنت ده فيري سترونج درينك، ده جامد جدا. مفيش حاجه تجمد علينا يا حجه.
يلا يا جماعه ابلعوا. اتفضلوا. ما تضايقيش قوي كده يا هاني، سيب الولاد ينبسطوا. بعدين دي بقول لك ابسنت يعني ما جاش. التليفون ماشي. انت يا بنت ايه؟ رد على التليفون عاد. طيب خلي عندك دم وردي. ماشي يا كبير، راسي هتطقع وزنام. التليفون جارك انت. بديلك كسولة كسولة مرة كسولة. قلت لك الكلمة مرة خلاص نفذيها عاد. واو 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 واو. ايه الالوان اللي عملها في شعرك دي يا بت؟ شيء سبقتيه ميتة دي. ايه ده؟ انت طلع لك شعر ميتة. سلمت الشوف. شعري ايه؟ انا اقرا. كان الويلكم درينك يا بت. ما خبراش احنا جينا هنا كيف؟ ما خبرش. الو. صباح الخير يا فندم. انت عمر صح؟ بالظبط يا فندم. عرفتك من سماجتك. ربنا يخليك يا فندم، صباح جميل ومشرق عليك، اتمنى انك تكون استمتعت باقامتك معانا هنا في الفندق. انجز. مش عايز اكون ازعجت حضرتك بدري قوي كده، احنا بس محتاجين حضرتك في اللوبي كمان 5 دقايق. اجيلك ليه ان شاء الله؟ وليه بعد 5 دقايق؟ علشان في مشكلة صغيرة يا فندم، الجست بتاع حضرتك عاملين مصايب هتوديكوا في 60 داهية. طب 5 دقايق ونازلك، يلا سلام. مع الف سلامة يا فندم، صباح جميل. جيبها جمائل يا رب. تبين انه يبقى مرر. ايه ده؟ طافح. خلص يا عمي، مصحيني من احلاها نومه وقلقني عشان ايه؟
ولا حاجة يا فندم، حاجة بسيطة. الجست اللي نازلين مع حضرتك عاملين مصايب زي الرز، هتوديكوا في 60 داهية إن شاء الله. سايق عليك النبي، الضحكة السخيفة اللي عم تعملها دي بلاش منها، تكفلني. في إيه؟ أنا بقالي 20 سنة بشتغل في السياحة يا فندم، عمري ما شفت جست زي حضراتكم كده. ربنا يخليك، ودي بالمعروف. أقصد بالبشاعة دي يا فندم. لا بقول لك إيه، لو أنت عاوز تكمل في مجال السياحة بتاعك دي، ولا عاوز تكمل في الحياة عموما يعني، حط لسانك جوا خشمك، ها؟ لأن لما بصحى من النوم ما بشوف إيش قدامي، خلص فيه إيه؟ حالا يا فندم، هوريك المصايب واحدة واحدة، ثانية واحدة. ايه ده يا فندم؟ انا ما خبرش يعني، كيف فندق محترم كيف ده يحصل فيه الحاجات دي؟ الجست نازل مع حضرتك يا فندم. ده لا، ده تقريبا جست كازاخستاني او اوزبكستاني، يعني يده يده. لا يا فندم، الجست ده نازل مع حضرتك يا فندم، حتى بالأمارة اسمه الأستاذ أشرف. سبحان الله، ذاكرة عنده قوية، ربنا ما بديش كل حاجة، يعني واخد منك القبول ومديك الذاكرة. سبحان الله سبحان الله. طيب يعني أعمل إيه دلوقتي؟ يعني ينفع كده يا فندم؟ يعني لازم يصحى، ما ينفعش الجست لو نازلين طالعين ما ينفعش يشوفوه نايم كده في الأسانسير، لازم حضرتك تصحيه. شوف حضرتك، يعني أنا ما أقدرش، يعني أنا على جبروتي ده كلاته ما أقدرش أصحيه. أشرف لو قام من النوم يعني ناقص نوم أو حد صحاه فجأة يبقى موال موال. أمال مين اللي صحيه يا فندم؟ عاوز صحيه صحيه. أصحيه أنا؟ أيوة، بس أنا مش مسؤول. ها خلاص يا فندم أصحيه. في أصوات غير طبيعية بتحصل. سر أشرف سر أشرف جود مورنينج. خلاص نام 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 أشرف. أنا متهيألي إني سيبه نايم أحسن يا فندم، وننزل على السلالم كيف ما تحب. تعال نشوف بقية المصايب يا فندم. وفي مصايب تانية؟ كتير يا فندم كتير، بس الأول حضرتك شكلك كده ما فطرتش، تحب حضرتك الأول تفطر ولا تشوف مصيبة؟ تشوف مصيبة ولا تفطر؟ ولا تحب حضرتك تاخد مصيبة مع سناكس؟ لا تخاف، أنت على فكرة يتكتب فيك كتاب في السماجة، كتاب في السماجة. يبقى نشوف المصايب، تعال نشوف الأستاذ هجرس عمل إيه، يلا بينا؟ تفضل. باي باي يا أشرف. يا باشي عاوزك تطمن على الاخ، ما تشيلش هم حاجه، ايا كان اللي حصل يعني امسحوا فيه. هدرس ده هدرس ده نسبي، ده ولد مؤدب، بس هو بس يبان يعني شقي حبتين. عمل ايه هدرس يعني؟ لا ما فيش، ظبطناه بيتحرش بواحده جست من امريكا. لو بيتحرش بيتحرش ليه يا هدرس ليه؟ والله يا كبير انا ما فاكر ايتها حاجه من الليله المهببه دي، انا فكت على ناس بيضربوا فيا وبيقولوا اني اتعديت على واحده امريكانيه. يا ما قلت لك يا ابني وانت عيل صغير، من اول ما شقيت قلت لك نقي اي واحده في البلد وانا اتجوزها لك، كذا منك تتحرش في الحلال يا. بقول لك يا حضره، فين الست اللي تحرش بيها الحيوان ده عشان نتحرشوا بيها عشان نتعرف عليها ونعتذروا لها؟ قاعده هناك هي يا فندم. جابت جدتها عشان تشتكيك، جابت جدتها. لا يا فندم، ده هي نفسها اللي اتحرش بيها الأستاذ هجرس. هي اللي على اليمين دي؟ ايوه دي قد أمك، دي قد جدتك، جدتك. بقول لك ما كنتش واعي يا كبير، ما كنتش واعي. طب هنتصرفوا كيف دلوقتي؟ جاتني فكرة، احنا نروح لها ونقول لها انه اهبل مش طبيعي، عنده حاجة في مخه، تعرف تعمل اهبل؟ ايوه طبعا. ورينا كده اعمل ايه؟ انت على طبيعتك يا هذيك ده، خليك على طبيعتك، هي تنفع برضك، بس احنا نحط له رياله او اي جلسرين او اي حاجه ونروح نقول له هو اصلا اهبل. فكره حلوه جدا يا كبير، بس هي مصممه تقدم فيه محضر وتحبسه. طب انا بقول يا كبير، بدل السجن والبهدله
انا اكتب عليها واتجوزها واسطرها. بتهنيت يد هتلبسها طول عمرك. بقول لك ايه يا باشا، الموضوع ما فيش فيه حاجه، عيل صغير وشرب كاسين يعني راحت مني، تلقى خبط فيها ولا حاجه ومكسوت حاجه هو يعني، وهي تانية يعني تصلبطت فيها. ست كبيره اخر مره حد عكسها يعني كانت 1940 مثلا. الكلام اللي حضرتك قلته ده انا مقتنع بيه جدا، حضرتك تحفظه بالملي علشان لما شرطة السياحة تيجي هيفيدك جدا في المحضر. ده سخيف يا هاد، اسخف مخلوق شفته في حياتي. طب بقول لك ايه، انا عايزك تجيب شرطة السياحة دلوقتي. ما تخافش يا هاد، جيب شرطة السياحة. تعرف انا اعملوا ايه؟ انا هقول لهم ان انت اللي عرفنا على المكان ده. انا؟ ايوه هو عرفنا ولا؟ ايوه هو ده يا كبير. كل المصاريف شهود صح، وهو اللي سكن الخمره بايديه صح، وحط لنا كمان عارف ايه حبوب هلوسه. انت تعرف الاسماء؟ ترامادول. ترامادول وتامول. صور صورني. ها حط لنا ترامادول وتامول 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 وكيرومول وبيروسول واي حاجه اخرها هول اي حاجه يشري. وحط الحجاج وخلطها وسقاني وسقى الواد الهدرس اللي بيصور ده. ايوه انت وصور وسقى هدية وسقى أمي 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 إيه جاية جاية إيه جاية إيه في إيه كبير خش. إيه يما عندي صداع فظيع فظيع. انت زينة؟ زينة بس عندي صداع فظيع. وين كل دي؟ ايه ده جت منين الحاجات دي؟ وايه اللي حصل امبارح؟ والله ما انا فاكرة يا كبير، كل اللي انا فاكراه ان انا كنت في نايت كلاب وصحيت على خبطك دلوقتي. الله ايه اللي انا لابسه ده؟ ومش بس كده، صوتك مجهد، في اجهاد كانك مجهده طول الليله وتعبان. استنى بقول لك ايه، انا كنت لابسه كده امبارح. يا سلام، صباح الخير. ايه ده دكتور ربيع؟ انت بتعمل ايه يا في اوضه امي؟ امك؟ انا اللي جابني هنا، انتوا عملتوا فيا ايه يا كلاب؟